النائب الوفدي محمد فؤاد قدم مشروع للأحوال الشخصية، ورغم أن القانون فيه كتير من البنود، لكن خلينا نتكلم نقف عند نقطة فيه أو مادة في القانون ده، وهو خفض سن الحضانة ل9 سنوات وإلغاء تعبير الاستضافة إلى الاصطحاب. والحقيقة أن حزب الوفد ممثلا في النائب محمد فؤاد قفز أو لغى 4 تعديلات للدستور ورجع لسنة 1920، يعني لغى 28 و85 و2000 و2005 القوانين في السنين دي، ورجع لقانون 1920، واللي طبعا يعني كان مقحف جدا بالنسبة للطفل وبالنسبة للمرأة. هنشوف ان القانون ده من الناحية الاجتماعية انا شايف ان هو معاقبة للأم، وكمان يعني معاقبة للطفل كمان في نفس الوقت. من الناحية الشرعية بيخلف قاعدة شرعية، وهي ان الشرع اكد على الاصلح للطفل، ان احنا نشتغل على الاصلح للطفل. وانا مش شايفة ان لما يبقى عنده 9 سنين ويتاخد بالقوة من حضن امه عشان يروح للاب ان دي حاجة صالحة للطفل. من الناحية الدستورية هو خالف المادة 80 في الدستور، واللي في نهايتها بتقول تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلة للطفل في كافة الاجراءات التي تتخذها حياله. وانا ما اظنش ان احنا في سن 9 سنين ان احنا ننزع الطفل من امه وننزع قلب الام نفسها علشان ننفذ ارادة حزب الوفد والنائب محمد فؤاد ان احنا نخفض سن الحضانة، اللي احنا اشتغلنا يعني كتير جدا من الستات على مدى السنين اللي فاتت دي، اشتغلت على القوانين دي وغيرت في القوانين دي مع ارادة سياسية ومع ارادة اجتماعية. ليه نقعد نرخرف في حاجة هي فعلا بقت مستقرة؟ يعني ايه لما يبقى 15 سنة للطفل هو ده سن الحضانة، وان احنا البنت لسن 18 سنة او لغاية لما تتجوز، انا مش شايفة ان ده يعني حاجة غريبة وعجيبة يعني. فانا شايفة ان انا ضد القانون كله اللي هو عامله حزب الوفد، وانا شايفة ان لازم النائب ده فعلا لازم يقعد مع نفسه كده ويراجع نفسه، يعني ايه ننزع طفل من حضن امه؟ وده رأيي.